كيف في عودة خذ من الحال ربنا يكبر ويرجع وكابه وصرف يا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا جزي شطارك يا بنتي يا قدر ايه ماني لازم اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك تحصلي بيه عشا بابليس في الجنه اخصى عليكي بتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتك مش هحكي حاجه خليكم كده على بعض بقول لك يا بنتي يا فتحيه ما عندوش ابن عم ابن خال اخ ده انا حبيبتك لا يا اختي بقطع بيت شجر ايه طب خليه يشوف لنا ثلاثة فندية اصحابه يكونوا نفس القطعيه او النبي يا بنتي يا فتحيه احسن انا خايفه ابوه يوه صعبتي عليا يا بنتي انتي وهي هكلمه لك بس على شرط يكون شبهه كلامه مفكر شهد مكرر ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي ويكون في طوله وفي عرضه ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير بين غير جواز حاكم سليبي مفيش بينه انا عرفت بالفعل رايح فين يا سليب مش داخل الدار لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام ليه كفى الله الشر انت ما بقيتيش تحليني خلاص يعني ايه واللي حصل امبارح في ليله الدخله امبارح كنت تحليني انما النهارده ما تحلليش تحلليش بالك يا سليب انت طلعتني منك يا حبيبي طلعتني انا وانت هتتهدي بالسلاح عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بالنوار يا لهوي يا بسبتك يا فتحيه يا فضحتك يا بنتي يا فتحيه والله انا وافقت بس كده من استنى بس وافقت عشان هو عشان انا افكر بعد كده هعمل ايه انما انا مش هسكت والمصحف ده هسكت بقى انا هوقع في البلد دي انا هقطع الشجر بتاعه واسد واسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها اظهر لي وش يا حمزه وريني شكلك عامل ازاي يا ولد تعالى انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد انا كنت بمدح على بتاع العيش ايه لا غور يلا حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه غور وحياة امي اللي حاطينك بالطوب يلا يا مجنون غور يلا يا مجنون ايه يا قمر ايه الحلاوه دي انا خايف عليكي من عيون الناس هتاكلك اكل ما تخشي جوه اخش فين يا عبد خشي جوه معلطي نفسك كده وجهزي ها وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي ليلتك ليلتي يا عروسه يا ناس أمر أمر البنت دي وزة ايه يا عمدة دي بطة انت مال اهلك انت مالك انت ومال البط والوز انت تتكلم في الجاموسة في البقرة في الغربة ورايا يا حمار وكأن القيامة هتقوم يا رجالة يطلقكم مراتك بالقوة هقعد الطردة واسمعودي انا ايه يا عم الحاجة وانت كنت شوية مقضيها لي الغاز اللي بالطنوه ده وحلقوه ده انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار خليه طلعتها غصب وتدار لا حول ولا قوه الا بالله واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه هو ده شيخ بلد انا عارف شكل شيخ البلد انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله ابو هنعمل ايه يا اخواني وهي دي فيها عمايل زي ما طلعوا من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده والله العظيم هفرقكم على العمده ده هخلي وجه الارض كله يتفرج عليه ويبقى مرنطه كده في قلب الارض هتشوفوا هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف اللمبة هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي الواد سعيد نجمنا وحسن ابو خد كبير
ونيجي نطربعها بقى عليها هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه لسه هنا يا حول الله يا رب. الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه، انت احسن حاجه تطخوا عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم، أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي. اعلانات؟ ما دي الحب مش بالعافيه. ترجفي للمهجور فاطمة، بترجفينيش أميلة. هو أنت خطيبي؟ طب هو حبيبي؟ الله بغنبها أمثال الإمام. تقتل على ديبان المنظر فين الزفة يا ولد؟ ايه يا بلد؟ مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام، مش عايز اسمع هسة. دبت نملة، زقزقت عصفورة، ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقرة تنعر، خصوصا في الليلة المفترجة دي. فاهمين يا حوش؟ هو فين حوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطايه. فاهم يا عمده فاهم. نورجتك ده يا فمك نور. يا الله انت يا اختي بتتحسوك ليه يا بنت؟ انت روح امك، انت مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها انا عايزه ايه؟ لا لا صحيح في ايه يعني؟ تعالى يا عمري. وطي صوتك. طيب على ايه؟ ايه بالراحه ربنا. خير يا نور عيني؟ خير يا راجل، مالك في ايه؟ لا 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 الزفه خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفه ايه؟ الاجراءات يعني.
انت يا راجل مش اتزفيت واتزفت واتنيلت بستين نيله؟ في ايه تاني؟ وانا يعني هجيب العيل بالزفه بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليله الدخله دي تقضيها معايا انا؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللمضة يا عمدي. ليه؟ هي غارت؟ وطي اللمضة. حاضر يا بنت ادري. ايه عجلبيتك يا عمدي؟ اغسلي الشر يا مقتدر. ايه العجلبية يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني. العمدة مرضه مني الليلة. ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمة تقومي يا بت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بت تنضفي الدار. العروسة قال والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سيلبي. يا حبيبتي في الحياة سيلبي. يا حبيبتي حبيبتي اطلعها. ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سيلبي. الحمد لله أخيرنا فتحية. القدر جنع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي وبهجتي فداك يا سيلبي. أخيراً السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحية أنا قولي عني. أنا إيه؟ أنا جعان أوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. كل متحفظي يبري. الحمد لله ربنا بيرفع من هنا وبيمسل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهم ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ أنا روحت بينك والكنز راح كمان. يا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو. هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وقنعت واروح واخد بعض متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي. هو ده الكنز. يا بصيبتي يا بصيبتك يا فتحي. نهار الجزوز يا فتحي هتسيبني يا سليبي. يا بصيبتي بتحبيني يا بنت. يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي. انا سالت واستعصصت. ها سالت واستعصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او يعني من يومين. فاحنا مفيش. انت تحلي لي دلوقتي يا بت. انت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايزه يعني انت شايف كده يا سيلبي؟ وانا شايفه ده كده. ده انا هقوم ده انا هموت. ايه ده؟ ايه ده؟ انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابيع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي.
يا نهار اسود ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى، لا صاحي صباح الخير يا حضرة العمدة. وهاتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين وخيارة. خيارة؟ ايوه داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سيلبي. صباح الخير يا تروحة. حياتك بقى زودت الاوردر عشان خاطر صحي تعب المرة تفطر معانا. انا عارف انه ده راست اوردر اهو. اطلب بقى انت عايزه ايه؟ انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طالب مني شايب حليب وبقسمتين وخياره، انما القته عليا انا داني حصرف من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه انت هتعمل ايه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانيه، ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركه يا عريس. صباح يا بركه يا عمدي. اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي، ها، وتقول لهم مشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عار في عار. كفاية كده يا سيليبي، الراجل ده برضه في بقابة ابويا. شايف؟ انا نام قصيدة البت دي. والله بسون العيش والملح والله. بحبك يا سيليبي. وانا يا بنتي انا موت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيبوا بوته بقى. يبقى يا سيدي. هذا الموقف يسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح. اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى، مش كفايه عسل بقى ايه؟ انا رايح وراجع، ما تتحركش. انا خرجت فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تهرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي، انا مش فاضي. انا ايه ده؟ بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحنا حراضيك. وهنسويه وحراضيك والله. بس اصبر عليا، بس راجع لنا. حاضر. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. عملت ايه؟ عملت حنوضه على صدري. انا عقبال ما استنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سيلبي. بنت نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سيلبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شاهد التربه ده والجلابيه. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيا مباركه يا عمده. خليك افشل افشل جن. خليك افشل جن. استني هنكيف على وشي يا سيدي. كده حلو قوي. بس بسرعه. اللي جابك الحته دي هنا مش عارف انت جايب ايه. بسرعه يا سليم زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه، بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر. يلا انا بحلك على ملك يا سليم. طب تخبي وشك يا سليم. تخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا عمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه يا دي احمر انت بتتكلم في ايه؟ ست فتحية. ايه